النشرة الإخبارية الأخيرة مباشرة من الأولى إليها. في موضوع آخر، احتضنت مدينة بلجعت فعالية ملتقى دولي بمناسبة الذكرى الخمسينية لرحيل الفنان التشكيلي أحمد الشرقاوي. الملتقى تنظيم مشترك بين كل من مؤسسة ثقافات العالم وجمعية ملتقى أحمد الشرقاوي للفنون التشكيلية بأبي الجعد. بوشحب عماري ومحمد شكير. في إطار من الاعتراف بما قدمه الفنان التشكيلي الراحل أحمد الشرقاوي وبمناسبة الذكرى الخمسينية لرحيله، نظم هذا اللقاء الذي استحضر المسيرة التشكيلية للراحل، والذي يعتبر من رواد الفن التشكيلي المعاصر ومن المؤسسين لتوجهاته. فخورين أننا نكون من نفس المدينة، والإخوان تحتفلوا بالذكرى الخمسينية مع العائلة ديال أحمد الشرقاوي ومع فنانين نخبة من المغرب ومن دول أجنبية. شعراء خرجوا من هنا ومثقفون ورجالات علم وأدب، ولهذا بلجعت تكون محطة مهمة بالنسبة للثقافة المغربية وبالنسبة للنهوض بها. كما تم الاحتفاء بالتجربة الإبداعية للفنانة التشكيلية الراحلة الشعيبية طلال باعتبارها جزءا من هذا التطور التشكيلي المعاصر. جيت لبجاد في الدفين ديال المرحوم الشرقاوي، هذه 50 سنة أنا والشعيبية الله يرحمها، ولا أنا ولا الشعيبية الله يرحمها عمرنا ما تنساو الخير اللي دار الشرقاوي لا للشعيبية ولا ليا. جمعية ملتقى أحمد الشرقاوي للفن التشكيلي تسعى ومن خلال هذه اللقاءات إلى تكريس الفن التشكيلي كموروث ثقافي وفكري وإبداعي.